السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وأوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في أحاديث عطرية. الشتاء قادم والشتاء حميمي الذكريات، والشتاء يحب الورد والورد يحب الشتاء. تابعوا معي ترشيحات لمجموعة من أجمل عطور الورد اللي قدمت الورد بجمال باذخ. في محل نوبل سنت، محل عطور نيش رائع جميل، تعرفت على هذا الجميل زنفيرا من دار تايلندية لكن عطار روسي برونتيكوف. هنا تشعر بجمال الحبكة العطرية، مع برونتيكوف تشعر بجمال التقطير والعناية والاهتمام. الورد قدم بطريقة مختلفة، شفنا حنا كثير عود مدعوم بورد، ورد مدعوم بعود، لكن هنا الورد قدم مع دعم من الصندل وأعطى تناغم جميل جدا. نعم يوجد عود في الخلفية لكنه عود خجول. الرائحة جميلة رائعة جدا تستحق الإشادة. من دار ثمين يجينا هذا العطر الفخم، عطر نور العين طايف، وفيه الورد الطائفي بشكل رائع وجميل مع نسمات من الفواحان الرائعة وثبات حلو جدا. فيما أعلم أن هذه الدار حصرية في سيلفريدج في لندن، ولكن ممكن الحصول عليه من النت ومن مصادر أخرى. هذا العطر فعلا يكاد يكون من أجمل العطور الموجودة في دار ثمين. روز من فريدريك مول قدم الورد بطريقة جميلة جدا، وكأنك تشم من زيت عطري صافي، كأنك تشم ورد بلغاري. هذا العطر جميل جدا جدا. من عطور الورد الجميلة جدا إتلير دازورز، اسم العطر روز أوميادي، عطر جميل جدا مع رقائق من الذهب تزين العطر من الداخل كما نشاهد، ولكن الجمال يكون في العطر، وقد يكون أغلى من رقائق الذهب إذا تم إحكام التوليفة. من الدار الجميلة أمواج يأتينا عطر ليريك، وهذا هو النسخة النسائية من العطر، تختلف عن النسخة الرجالية. في الحقيقة هم فرسي رهان في الجمال. النسخة النسائية يمكن أكثر حرارة شوي وشتوية طبيعة الورد. النسخة الرجالية فيها نوتات خضراء، وكلاهما عطر جميل. ميلا اون روزز لانكام من أجمل الإصدارات اللي تستمتع فيها وتذكرك بالورد الدمشقي، عطر رائع جدا وقدم بطريقة أنيقة يستحق الإشادة.